خلينا نروح اولا من الشرقيه الحاج احمد عبد الحافظ. اهلا بيك حاج احمد، منور. اهلا بيك يا باشا، صباح الفل. بلدياتي انا برضو من الشرقيه زيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، بنبارك لك ونقول لك مبروك التكريم النهارده، احنا سعداء جدا بيك. الله يبارك في سعادتك. الله يبارك فيك يا باشا، ربنا يخليك. احنا عايزين بقى ناخدك قدوه ومثل وبنعرف الجمهور المصريين باللي حضرتك قمت بيه، ولو كمان عشان لو في مزارعين كمان بيتفرجوا علينا او فلاحين طبعا من ابنائنا بيتفرجوا علينا يعرفوا حضرتك عملت ايه ويعملوا زيك. فاسمح لي اقول لك، انت حضرتك حققت كام ارداب بالسنه دي؟ 29 ارداب. وده بالنسبه للسنين اللي فاتت يعتبر كبير، يعني كنت بتجيب المنتج ده؟ لا كبير. لا قبل كده مش كنا بنجيب الكلام ده. كان 18 20 زاد يعني. بس دي زياده كبيره قوي، ايه السر ورا الزياده دي او ليه زاد كده ما شاء الله مره واحده؟ الله اللهم صل على النبي. احنا سمعنا كلام الارشاد التوصيات اللي هم قالوها لنا احنا عملنا بيها. بيقولوا كمان يعني في اصناف جديده استخدمتوها جيزه واحد. احنا عملنا زرعنا سدس 14. ده صنف جديد. صنف جديد. ورمى معاكم في الارض ما شاء الله. اللهم صل على النبي، يعني الحمد لله ربنا بارك لنا، يعني الحمد لله. الحمد لله. طب عملت ايه تاني عشان توصل للانتاجيه العاليه دي؟ والله احنا عملناها حرات من الارض وظبطناها الاول زي ما هم قالوا. وجبنا الستاره وزرعناها بالستاره، يعني خدت 45 كيلو بس في الدقيق. وعملناها خطوط كده على المتر و20 سم. هايل جدا. ونزلنا الميه وبعد 20 يوم حيينا الغله وحطينا لها نص الكميه التجوب بتاع الكميه بتاعها. يعني انت مشيت ورا تعليمات الارشاد الزراعي كويس. ورا تعليماتهم يعني، وهم كانوا بيجولي فعلا يعني. كانوا بيجوا يزوروك في الارض وكده. كانوا بيزوروني. ويتابعوا معاك في مشكله في حاجه. والتوصيات اللي هم كانوا بيقولوها ماشي عليها بالظبط يعني. وجابت نتيجه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين في ظل سياده الرئيس، ربنا يبارك لنا في عمره يا رب. وربنا يبارك فيك. طب فرقت بقى معاك كمان شويه ماديا في التوريد متهيألي؟ الحمد لله يا رب. اكيد. نشكر ربنا. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. هتستمر بقى السنه الجايه ان شاء الله صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. وعشان نكرمك تاني تبقى تتشرفنا بقى مره تانيه. ده احنا يزيدنا الشرف. بس اوعى بقى تغير زراعه القمح، انت هتكمل بقى وتكبر ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انا عندي ارض يعني مستاجرها كمان، ارض كثيره، وبامر الله تعالى هبدا فيها. يعني هتزود؟ طب الحمد لله. ان شاء الله هنزود ان شاء الله، ربنا يكرمك. ونوصي جيراننا برضه يعملوا نفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها زرعنا بيها. الحمد لله. طب في بقى ناس بتيجي تسالك مثلا برضه الجيران حضرتك ولاد العمومه بيسالوا حضرتك عملت ايه بس عشان نعمل زيك وكده؟ فعلا بيسالون. وبقالونا وقال لهم واروح معاهم في الارض بتاعتهم واقول لهم عملوا كذا وكذا. هايل جدا، يعني بقيت خبير يعني. الحمد لله، ده بفضل سيادتكم معانا برضه يعني. ان شاء الله يا حاج احنا بنشكرك وبنحييك وبنوجه لك التحيه باسم البرنامج وباسم المصريين، بنشكرك شكرا جزيلا. الحاج احمد عبد الحافظ من الشرقيه.